تعتبر الأسواق الشعبية مصدر دخل لصغار التجار باعتبارها أسواق توفر مختلف المنتجات أو المنتجات بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع. أكثر تفاصيل في تقرير هشام بشكيت وشبكة المراسلين. في كل يوم من أيام الأسبوع يقام سوق شعبي في مدينة أو قرية معينة، حيث لا يزال الجزائريون أوفياء لهذه الثقافة التي تتخذ من الساحات والأزقة الضيقة مكانا للتجارة في الخضر والفواكه واللحوم، تقاوم زحف المساحات التجارية الكبرى والمحلات العصرية. هذا السوق حاجه باينه الزواليه يجيو ليها كما يقولوا كيوكل الناس بزاف، والناس اللي ما عندهاش مشاكل مره يجيو لهنا يقضيو وكيستفادوا. ثم موان شهر الحانوت راه عارف حنا لا غالي. كل انواع، كاين الخضره، كاين اليمونطاسيون، كاين الماعن. هذا المدرة هذه بالرغم من ان مر عليها زمن طويل وراهي قديمه بصح مازال الاستعمال تاعها. وكما نقولوا حنا الماده اللي صنعت منها، الماده الاساسيه اللي صنعت منها احسن من المواد تاع دركا. تبع لا كاليتي، لا المواطن يتبع غير الحاجه الرخيصه. النوعيه هنا الكاليتي مليحه، الخضره رخيصه، الناس كاع ولات بالشر يطلعوا هنا للسوق. كل شيء يباع هنا، فهذه الاسواق توفر للفئات الاجتماعيه الهشه والمتوسطه منتجات غذائيه وسلعا كثيره تناسب قدرتهم الشرائيه، اذ تعتبر بورصه الاسعار فيها اقل كلفه عما هو موجود في غيرها. نصور نحرف الشتق للوليدات بهذا الوزرات هذا والريباري ونخدم. هذا ما كان نجيب الخبز تاعي كل يوم. هذا السوق قاعد عندي سوق الرحمه. القليل اللي عنده اللي ما عندوش ناس قاعد تسوق. الناس اللي ما يقدروش على الحاجه يجي يشروها منا. راه عندي بالك من السبعينات. من السبعينات وانا نبيع هنا. هذا سوق الزوالي هنا. اللي ما عندوش يجي يشري هنايا. يعني. ودائما يعمر هذا السوق كيما راك تشوف فيه يوميا. على الرغم من استحداث مراكز التسوق إلى أن الأسواق الشعبية تبقى علامة مميزة لا يتخلى عنها الجزائريون، حيث تحافظ على رونقها ومكانتها الهامة بالنسبة لفئات اجتماعية مختلفة وتشهد إقبالا كثيفا على مدار السنة، الأمر الذي يعكس هويتها التراثية وقيمتها التاريخية.